ما زال فضيلة الأستاذ الدكتور تهامي الحراق مستمرا معنا في التعريف بألوان المديح والسماع في فقرة مديح وسماع ضمن برنامج نفحات أنس مع مغاربة المهجر، وأرحب به من جديد. مرحبا بك. مرحبا بكم أستاذي الكريم. إذا كما ذكرت نحن في استمرار في التعريف بألوان المديح، واليوم سنتعرف على العمل المراكشي. تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم ضيوف على أيضا زهرة أخرى من زهرات وأفانين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه، وبالضبط على ما يسمى بالعمل المراكشي. وقد سبق معنا أن حددنا مفهوم العمل، أي ما جرى به العمل في إنشاد قصيدتي البردة والهمزية البوصيريتين. والعمل المراكشي في جوهره هو تبيئة مراكشية للعمل الفاسي، بحيث يؤدى العمل الفاسي لكن بخصائص وطرائق ونوع من أسلوب في الترتيب والتنظيم والأداء، أسلوب خاص. ومركز هذا العمل المراكشي هو مزار الولي الصالح، أحد الرجالات السبعة المراكش، أبي العباس السبتي، صافي حتى كل جمعة. لهذا العمل المراكشي عدة خصائص، لعل من أبرزها أولا التركيز إلى جانب البردة والهمزية على بعض عيون النصوص، مثل وتريات الإمام البغدادي، والتي سبق أيضا أن عرفنا بها وقلنا هي قصائد لها ميسم خاص في كونها نظمت على حروف المعجم، ويفتتح كل قصيدة منها تفتتح بنفس حرف الراوي. نعم. من الألف إلى الياء. نعم مرة معنا هذه الوتريات. أيضا الخاصية الثانية من خصائص العمل المراكشي أنه يزاوج في الإنشاد والختم بين البردة والهمزية، وهذا وهم يحافظون على هذا الأمر إلى زماننا. نعم. هذا وهذا الأمر ليس يسير. لماذا؟ لأن مثل البردة يصل إلى 174 بيتا، بينما مثل الهمزية يفوق 400 بيت. نعم. إذن لا بد من عمل لطيف ودقيق متوازن أيضا ومتوازن. نعم. لكي نستطيع أولا أن نزاوج بين إنشاد المتنين. نعم. على طول الهمزية وتوازن البردة. ثم أيضا لا بد من المزاوجة بين المعاني والدلالات. نعم. حتى لا يكون التخليل مجرد تخليلا شكليا، بل تخليلا يحترم بناء الدلالي. نعم. والمعاني المبثوثة في المتنين. الخاصية الثالثة حتى لا أطيل للعمل المراكشي أنه يهتم بتخليل هاتين الملحمتين البردة والهمزية بمستعملات الطرب الآلة بالأسلوب المراكشي. نعم. وهذا أيضا من خصائص هذه المدرسة التي تعتبر مدرسة زاخرة، والتي كان من بين أبرز أعلامها على الأقل نذكر واحدا من كبار أعلامها، وهو المرحوم عبد الله الوزاني الذي أدركته، والذي خلف لنا مدرسة ما زالت مستمرة مع كثير من تلامذه أبقاهم الله. جيد جدا. طيب سنتابع هذا العمل المراكشي من خلال هاته الوصلة المديحية للجمعية العباسية للأمداح النبوية. هذا العمل ستؤديه مجموعة مولاي عبد الله الوزاني تحت إشراف محمد عز الدين. يا رسول الله في الغد يا عظيم
في الحشر تنزه في ذاته ومآله استماعا للعزم لاجتلاء وابناء السبع من محاسن يبديها عليك الإنشاء والإنشاء سيد ضحك تبسم والمشي الهوينا ونام الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا وحياء لا تحل البأساء منه نور الصدر ولا تستخف السراء كرمت نفسه كما يخطر السوء فهو بحر لم تعيه الآباء مستقل الدنيا كأن يمسى باقين ساق منها إليه وإن إعطاء شمس فضل تحاق إذا ما ضحى محى نوره الظل وقد أثبت الظلال الضحى فكأن الغمام متى استودعته من أضلت من ظله الدفاع خفيت عنده فضائل وجبت به عن عقولنا الأهواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحاب جميعا وعلى من له إليك انتماء.
كانت هذه وصلة فنية مديحية للعمل المراكشي للجمعية العباسية للأمداح النبوية، أدتها مجموعة مولاي عبد الله الوزاني تحت إشراف محمد عز الدين. وأعود مرة أخرى لفضيلة الأستاذ الدكتور تهامي الحراق ليعلق لنا عن هذه الوصلة. تفضل أستاذي الكريم. شكرا جزيلا. باختصار أتمنى أن لا يكون مخلا، يمكن أن أقف عند ثلاث خصائص يمكن أن نضيفها. نعم. تميز هذه المدرسة. نعم. الخاصية الأولى هي أولا نوع من الانضباط في الأداء، بحيث أننا لسنا أمام أداء مفتوح تكثر فيه الزخارف. نعم. والزخرفات في الأداء والمبالغة في التطريب. نعم. والحرية للمنشدين أن يذهبوا بأصواتهم إلى الأقاصي في, نعم. في التجميل والتزيين. لا، الأمر يتعلق بانضباط في التغني والمحافظة على أصالة هذا المولود بالعمل على نقله وأدائه على الطرق والسنن الذي ورثه المريدون والتلاميذ عن شيوخه الأساتذة، يعني أصله كما كان في البداية. هذا مهم، وهذا ما يميز صراحة هذه المدرسة في هذا الباب. الأمر الثاني ومحافظة هذه المدرسة أيضا على ما يسمى بالإنشادات والبيتينات، وهي أشكال مخصوصة من الإنشاد الفردي التي من خلالها تعرف طبوع وأنغام المديح النبوي المرتبطة بالمرجعية الأندلسية المغربية، وهي خصائص جمالية مهمة أصبحت تفتقد في كثير من الألوان المرتبطة بهذه المرجعية. الأمر الثالث وهو أيضا مهم في هذه المدرسة، وهو أن طريقة الأداء وطريقة الإنشاد وطريقة التجمع تعتبر مسألة تربوية، وهذا في غاية الأهمية. وأنا شخصيا لما كنت صغيرا حضرت مع الشيخ مولاي عبد الله الوزاني رحمه الله، وشاهدت كيف أن الرجل كان يحرص على أن يكون مجلس المديح مجلس ذكر. نعم. بهيبته وجلاله وبقوة حضوره. نعم. في شخصيته يجعله لهذا المجلس وقارا تقوس للالتزام والتأدب وقارا خاصا. نعم. وإهابا خاصا. نعم. أعتقد أن هذه بعض المعالم التي ما زالت ممتدة في هذه المدرسة: المحافظة الإنشادات، الوقار في الانضباط في الأداء، وأيضا هذا الإهاب، إهاب الوقار الذي يجعل من هذه المجالس المديحية لحظات تعبدية بتوقيع جمال روحاني. ما شاء الله، بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور تهامي الحراق، عرفتمونا على العمل المراكشي في فقرة مديح وسماع. شكرا لكم أستاذي الكريم.